شؤون كنت حضرتك باخذ سيد سعيد القرى عضو لجنة مكافحة في الفساد، المراكز مطلع الترفيهية على والمنتجعات المشاريع وعلى السياحية. الإحالات اللي أحالها سيد شاكر الزاملي، واللي هي اليوم يمكن بس محصل حكم 4 سنوات على ما أعتقد كما هو مذكور أمامي يعني بالقرارات القضائية. يعني نتحدث إحنا عن بس منح مدينة الزوراء 30 سنة و50 مليون دولار، هذا الإفساد اللي تحدثت عنه حضرتك، هاي كل النقاط أنتم ناقشتوها باللجنة آنذاك؟ شنو المجريات اللي اخذتوها؟ لا احنا كانت اكو ملفات، لا خلي اكون واضح، هنالك ملفات ولها الاولويه في حين هذا كلام سنه 2019 وهذا جزء منه، ولكن ما استمر يعني العمل في تحليل البيئه، ولذلك هنالك توصيات اوليه بالمراجعه سنه 2020-21 تم مراجعتها واعتماد تشكيل لجنة مكافحة الفساد فترة السيد الكاظمي.